السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صلحكم الله بالخير. أمورك لها طيبة، رقتها شرقد الفنانة، وتمنيتها البلاد ما شي أحلام. حد يرقد بلي ما يحلم، ما حلمت ولا حلم، ما حيبني ما ثبت إني شفت أي حلم من وقت ما جيتها البلاد. ما أدري شو السبب، لكن ما شفت حد في الأحلام، أرقد بس رقاد بلي حلم. إنزين، ما بهذا موضوعنا. موضوعنا يعني الله يحفركم الحين هتري الجماعة على الريوب الساعة 9:30 بنحرك جدا من طاسمها فوجي، تبعد 2:30 بنسير في الباص البارحي وبنبات الليلة، وباكر إن شاء الله العصر بنظهر من فوجي. بدال ما نرد البلاد هاي اللي نحن فيها استأذننا منهم قرب راك مرخوصين، نحن شغلنا وياخذ باكر لين العصر. زين، باكر وين؟ فبدال ما نرد البلاد هاي اللي نحن فيها بنسير الله يسلمكم طوكيو. زين، بنسير طوكيو اللي هي عد العالم كلها تعنى عسبها. زين، فكل حد يقول نحن بنتو سرتوا ما جيتوا طوكيو، ينان هو لازم انكم تسيروا طوكيو. قلنا ان شاء الله ما شيخ لا، وان شاء الله انه باكر بيكون مضوانا جدا طوكيو بنبات، ونهار الاثنين المساء بنطير من طوكيو جدا الامارات ان شاء الله، وبتكون رحلتنا بعد على طيران الامارات على دبي ان شاء الله اذا الله راد. بوصل الفجر وبيني صلاح المطار، وبنشتل من دبي جدا ابو ظبي، وبنرمس عاد وياكم من حلو ويا صلاح. ناهيك عاد عن اليوم وباكر بتيك والاحداث، بنشوف اليوم شو بيستوي، شو الفعاليات ما نسمو عندهم، بنوافيك بالمسجلات ان شاء الله. يلا الحين غايه ريو كالعادة أنا أول كل حبيب واحد يا توني عدنا، ويقول كالعادة أنا أول واحد موجود حق الريوب وهم يتأخرون، ما وعيت إلا واحد منهم تبادى هناك من أول ما شفته الحين عمويه الجسم. أقولكم أنا بصور أساسا أرويكم اللي قلت لكم الدنقة والخضر، هاي الدنقة المتعارف عليها مالتنا نحن دنقوة، وهذه الدنقوة الخضراء، فمخلوط دنقوة أصفر دنقوة خضر، وهذا روحه لطعمه يختلف. يعني مش فرض أنكم تسوون دنقوة نوع واحد يوم بتسوون الدنقوة، يخلط من هذا الفاصوليا الحمراء ودنقوة خضر دنقوة بيض وفاصوليا بيضاء، ينخلط 3-4 نمونات. يعني مش فرض نمونة وحدة، هذا لا نحن عندنا هالناتك، لو يخلط أظن سبحان الله نحن نتريق وانتم تبوي بعكم رقود بيني وبينكم 5 ساعات. الحين الساعة 8 يمكن الحين باجي الساعة بتنشون للصلاة. يا ربي وانا ما خليت شيء مرمس بصباح الاخير عن الرجال. الناس الحين بتقول لا اله الا الله، بسم الله اصبحنا واصبح مثل الله. هذا من يصبح ابوي هذه بالاكل. واحد بعد كم من يوم يوم انا اطري الدقه طرش لي مسج، والله انت غير نمونه. قلت كيف يعني غير نمونه؟ يعني الناس في اليابان تتكلم عن الاشياء اللي فيها خير الكترونيات، وانت ترمس عن دنقو؟ قلت اي نعم ارمس عن دنقو بلا دنقو. نخاي عاشت عليه بيوت وفتح ابويه بكاكين وريايين تربت وقبضت مناصب من ورا بيع الدنقو واكل الدنقو. الحين نحن بنتبرى من الدنقو؟ الله العظيم حد بالعرب يدور له الرمس. زين والله يحفظكم ابوي. الالكترونيات والاشياء مالت مثل الالكترونيات الطب السياسه هلها ترمس عنها. انا ابوي عرف قيس تفكير ولا لا عاطني فيه معرفه ترمس عنه، ما رو مخوض في شيء، ما لي في باع ولا لي في لا ناقه ولا جمل، قيس الا فلسفه واقول احط عمري في معرفته ما شيء كثرها. انا ابوي عارف السوايد ما علي، كم ما تريا برمستي اني يعني على ينطبق عليه اللي قال بالله من كثرة هريته قلت هيبته، او من كثرة هدرته قلت هيبته. لا برايي انا ما بحد يهابني ولا اريد ابويا غادي بعبع قدام العرب اتقمص لي شخص اللي يوم دكتور ويوم بروفيسور يوم عمري احط عمري معرفته ما شيء كثرها، وانا ابويا عندي قل عرف. ولا شو رايك انت به؟ صحيح يا ربي تصبح
شو رقادك؟ والله رقادي فوق رقم واحد. رقم واحد. يا سلام يا سلام يا سلام، تبارك الرحمن. يا الله يحفظك. يا صباح النور. يا صباح النور. صباحكم زين اليوم؟ الحمد لله. ان شاء الله الله يسهل علينا دربنا هذا ويطوي عنا ان شاء الله الدرب الطويل ويحشم غربتنا ويردنا ان شاء الله بلادنا سالمين غانمين. امين يا رب. يلا شيء تبع؟ سلامتك. بس يلا جابر شغلك. وشلون؟ يا ما لذيذ؟ صباح الخير. صباح الخير. ها شو غاوي؟ 100%. متى بعد ما وحارك تاكل؟ هاي اول خاشوقه. يا ربي صدق انه السيلز. شوف شوف شوف. صدق انه مال مبيعات. شوف شوف شوف. هي الجبن يدحك داخل. هي صدق انه مال مبيعات. مدح بالاومليت قبل ما ياكل منه. اشهد ان لا اله الا الله. قال غاوي بعد. الحمد لله انه بعد واحد ما اكل منه. صباحك الله بالخير يا خالد. مرحبا مرحبا ابو عبد الله. جود مورنينج حبيبي. صباح الخير. صباح النور. كيف حالك؟ تمام ما شاء الله عليك. على الله يحفظك ان شاء الله. الله يسلمك. في طبيب؟ ها الساعه كم هنا؟ الساعه كم هنا؟ انا 8:30 الحين. هو توني بس احضر كل شيء. ها احضر كل شيء يعني ما في على السريع. ما شاء الله ما شيء فر ما تفر تعرق في طوي. Good morning my friend. How are you? Fine. We like the way when you talk, you help the people, you all always smiling. Thank you for everything. Thank you. Thank we. It was very good hotel, and we enjoy ourselves with you. Yes. And the people here very friendly. Yes. And we love you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Thank you. الله يحفظكم. الباص اللي بيشلنا يسدكم انت الرقم بس. ها 53 ما يندرى بعد الفئة الأولى الثانية الثالثة الله أعلم. والباص روحه يسوى ويستاهل. بلاد بالكبرى بيت متحرك بيت. الله يعزكم بحمامات ومحافظة العنا وكل شيء. الحين كلنا بالشتل داخل حوالي 30 أو 25 نفر والباص يشل حول 60 ولا بلاد والكبرى. زيد فضلك. وين ادري ولنا؟ Good morning everybody. How are you madam? ها؟ باص زين. هي والله اسمي اللباس فنان. يا حافظ. How are you? والله والله يا هب انا تو لوكال بيبل. اه ابي كول يو. سبحان الله. بس هي ديد نو بديز كول يو صح؟ بيكوز يو دونت هاف ا لوت اوف فريندز بيكوز شي فريندلي ليدي. يو اي دونت اي نو يو ار نوت بس يو لاكي يو هاف لايك ذس وومن. شي از سو نايس كيوت كلين هارت. This is more good. And also baby face. But you are not. You are baby face. No, you are fox face. Fox face is it صح? غلط? Fox face. Fox. ثعلب. اي. سليمان. ابوي. اقول لك حشروني البارح عليك في هذا في السناب. منو؟ ما اعرفهم حروفي يظهر ما حد كاتب اسمه. سلم على سليمان وسلم على سليمان وسلم انا ابو سليمان بن داوود. حشروني على سليمان وسليمان سليمان وسليمان وهذا سليمان. ها الله يسلمهم من الشر ويسلم ويوصل سلامهم. انا ما بلغت كل حد سالني عنك سكرت فوقي. عيزوني ما بحسد. عيزوني يا ريال. عيزه مال الاردن. مال جود مورنينج ابويا. صباح الورد. صباح العسل. صباح العسل. صباح الخير. شو اللي رقد امس؟ والله ما رقدنا صح. اكثر واحد رقد امس انت. ما رقدنا والله. ليل خير صليل خير. والله اكثر واحد ما رقدنا والله. الساعه 4 يا ريال حطينا راس. الله يعطيك الصحة. علومي يا ريس اصورك من ساعه.
فكني من شرك وليش تغمض شخصيتي؟ وين شخصيتك انت الخاصة فيك؟ ملاك بوجر؟ اي شخصية؟ شو رقان استخبى العرقات العرب؟ شخصية شو؟ والله الخالدي؟ اهي؟ زين ازواج قابل تخبرهم شو رقان؟ شي خصك في رقادهم انت هاي فقارة المؤمنين؟ هم خير وين بيهم رقاد؟ لازم كانك انت اخر واحد انتم تصبحون على خير وين بيعينون خير؟ ما بيعينونه الخير؟ اسمع نفس امس تقول لي واعي الساعة 8:30 وتوك فاطر انت الساعة 8:30 يا الخالدي. ها متو نعم. اليوم يوم الهي ولا يوم اللا؟ اليوم ها؟ ليش؟ احسن يوم الهي ولا يوم وين اخير يوم الهي ولا يوم اللا؟ ها؟ يا سلام يا سلام يا سلام على متو. اخر كلام؟ ها؟ ها؟ انتي شو اسوي؟ هي والله هي هي والله هي والله يعني اليوم يوم هي ولا يوم لا ما اسمع اليوم ما يسمع اليوم هي بارك الله فيك شكرا متو. نستراح في نص الطريق باقي لنا 40 منت كانت 40 دقيقة عن نوصل. لحد يقول لي شو شيء شو في الطريق هو الطريق ابوي وانا رابط ها يا رنزي كوكو الحمد لله على السلامة شباب. سيدي ابونا ابويها مطعم استراحة ما يندرى شو قال اتوقع انه مطعم الو استراحة في الطريق وطعمها وكل شيء يعني ما بيوع أنا ما بيوع ما في أصل تمن متريجي ها. وهذا أبوي تراها اللي تشوفونه وراء يسمونه جبل فوجي. كم ارتفاعه الوهيبي؟ 3700 متر يعتبر بركان خامد. شوف انت وهذا ما فوجي ما فوجي من هاليبل؟ ايه هذا هو والله الله يسلمك. هذا اخر مرة شب فيهم من 300 سنة اخر ثورة له البركان وهم 300 سنة؟ من 300 سنة ما نشكر خامد الحمد لله خامد. شوف انت مثلج. يسويها البخات الله ما يندرى ها ابو عبد الله ها سناوي على البركان خامد من 300 سنة ها يقولك البركان ما نقع من 300 سنة عندهم يقولون تباركوا بالنواصي والأقدام العلم عند الله عادة الله كريم. هذا في المبنى كنا ويحضرون جدا المطعم كمنو يوعان أنا ما فيه والله إني ما فيه صار متريج لين هذا من هذا منتجع هذا ما ادري شو اللي يقولون فيه اعتقد هذا يمكن خندق ولا منتجع شيء بلا انت صراحة جميلة هذا المطعم اللي يبونا هذا وين كنا هلو موريك هذا الطباخ بيكون هذا المطعم أشوى أنه مطعم إيطالي
اي والله يا سلام. طابور الليل لها هاي الطاولة الليل لها السلام عليكم everybody. هلو وين الشباب؟ Good morning. Morning. Okay, what's today? اليوم يوم ال يوم الهي I can't hear you, please one more. يوم الهي No, اليوم يوم الهي. What? اليوم يوم الهي Yes, good. اليوم يوم الهي نعم, صحيح. What does it mean? It means اليوم يوم الهي. يوم الهي Yes. Today, what is it? يوم لا اليوم اللا ولا يوم الهي؟ يوم لا يوم الله today يوم الله today يوم الله today في سناب نو سناب يعني يوم الله لا يا ركال thank you very much. ها محمد شو رايك في الغداهم اليوم صراحة أخير عن مطعم البارحي صح والله أخير بعدين مع الفيو والشمس صراحة حلو إيه والله الحمد لله اليوم على الأقل أكلنا أكل في خير إيطالي. خطفت عليه وإني بصوره ما صورته. يا زليل تصور لكم يا شوف فكرة حلوة. ثلاث درامات هذا فوق هذا هذا فوق فوق هذا فوق هذا. شو هذا له اسم هذا له اسم ما أدري شو هذا. 300 متر تحت الأرض هالماء يظهر 300 متر. أظن يطعمون منه. أي شباب تعالوا شربوا من هذا. هذا الماء. يعني تلعطش. ليش؟ تشرب من هذا؟ ليش هذا طوي؟ لا لا والله. ليكون مشرب حق كلاب هذا ولا حق اللي يخطفون. لا لا ما لوادم والله. تعال شربوا تعال عود. محمد تعال. ما لوادم هذا ها. إي والله. ها ما لوادم. تعال طعمه. يا هيمة يا هيمة هيمة تبياح. بياحي غير ملون سبحانك يا رب تسميهن المغيلات كل من يجي ويفر عليهن زادهم متوازيات ها الخيبة طع البيض هاش مغلظها خطر عليها ترمس غي حان الساعة الوداع عاد من هالمكان اللي نحن فيه. يلا 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 يلا. You'll stay here? You'll go with us? زين يلا شعري. Thank you very much. Thank you. طيب أقول لكم هالباص بزينة بزاء. ماشي. مرة. هاي. خوز العود نحن تقريبا وصلنا هذا جبل فوجي تقريبا وصلنا باجي نص ساعه لو تشوفونه قريب غير بعيد هو شكل جميل من بعيد انا اظن الفندق اللي بنسكن فيه الا قربه هناك شوف الدريوي ساير هذاك الطرف هناك أظني قدام بتكون شيء منك على اليسار بعيد من هذيك اللي بالي منك هو ساير لين يوصل لك جبل فوجي هناك بيرسمنا لو قبل لا تعالوا احنا ما بنصير هناك قبل بدنا نسيد الحلبة الحلبة هذه مالت فوجي عقب المغرب بنصير فندقنا وصلنا هابوي فوجي سبيدواي ذاك وين المنصة شارات اللي عندنا حلبة ياس بالضبط اتوقع انها تي يعني
دخلنا عاد الحين هاي المدينة اللي هي مدينة فوجي. هذا كل هالمدينة ممنوع تدخن فيها، محظور التدخين. أو أنت ساير هذا الحين شو هالسيارة هاي قدام ذهبية، هاي القايدة ولا ما تصير سيارة مني وروح وطريق الدرعم؟ لا لازم أبوي تصير تتريى السيارة هاي بين صغيرونة هم اللي يقودونك عادة وأنت تمشي. وصلنا مات الحلبة هاي مال فوجي سبيد واي على ما تشوفون. شوف العالم هنا كلها حين عسب نتصل. السفاري كل مجموعة تركب في باص وعندهم دليل يخبرون مثل ما رحلة السفاري مع الحيوانات والرحلات اللي تمشيكم في المدن وفي القرى يا غير هذا بس في مدينة هاي اللي هي مع الحلبة وكل هذا تحت إدارة نيسان. ها كل هالدنيا اللي تشوفونها كلها تحت إدارة نيسان. حاضري حاضري هلو يونس حاضري يا ربي. اليوم يوم الهي اليوم حليلها. السلام عليكم. حلبة فوجي سبيد واي بتأسس سنة 1966، كان عمري 3 سنين تخيلوا. انزين وتستوعب 110,000 شخص. 110,000 شخص تستوعب تبارك الرحمن. والشارع مالها طوله المساق ماله 5 كيلو، لا 4.5 كيلو طول الشارع هاي دور لف دور مدارها 4.5 كيلو. I'm sorry my English so poor so let's enjoy just enjoy the bus tour for racing. Okay. I'm a former general director of Nissan racing team. So I retired last 2015 season. End of about the result or something, so, but you don't know the
في الإمارات على الله يحفظها من دار حلبة ياس. حلبة ياس مسارها 5.5 كيلو، يعني نحن أكثر عنهم بنص كيلو. لا والله أكثر عنهم بكيلو، أكثر عنهم بكيلو نحن، يعني هالشيء وايد كبير. لكن نحن المكان يستوعب 50,000، هم 110,000، هم 110,000. كنا نشو عادة كراسيهم صغار، نحن لا كراسي راهيات، لذلك نحن ما نفرين، هم يخلونا نحن ما نفر واحد، هم يخلينا حق نفرين أو حق ثلاثة نفار، يعني أعتقد شيء يعني والعلم عند الله. كل سنة في هالوقت نسمو واللي هي نيسان تنزل مكاينها الجديدة للجي تي آر والجي تي والإكس آر، هاي اللي فيهن السرعة الفائقة مالات الراليات اللي مثل هاي ما سباقات. فلذلك في هالوقت يحتفلون، ونسمو تسوي الاحتفال مالها من 20 سنة عندهم هني في نفس الحل، لأن هي المؤسسة وهي الداعمة وهي راعية المكان هذا كله. ما تقول اللوادم كل مكتوب عليه صدورهم نيسان 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 نيسان، شبنه اعتزاز عندهم في هالشركة ولاء. كل يوم من الأيام شيء سرعة معينة مسموح حق المسافرين، اليوم مسموح لهم 280، السرعة المسموحة اليوم 280 280 كيلو في الساعة اليوم. اعتقد ليه ما ادري ليش السبب، كان كل فتره لهم سرعه معينه او كل يوم او كل وقت من النهار، ما اعرف شو السبب. شوف هاي اللفات اللي هنمونه الحاده، 16 لفه موجوده في الحلبه. حلبه فوجي فيها 16 لفه. اول اللي بسال حلبه ياس كم لفه، كم لفه حاده عندنا، ما لقيت حد يجاوبني من الربع. شيء جميل والله. This corner 100 R 100 R. So side of walls about 2G. 2G meaning is head weight is two times. Yeah, 3 kilograms. Yeah, رك. Actually 60 kilograms. حسي أبوك. This is helping, helping. No, 70R, 70R here. في الحلبة هي تعدد الزاويات للحيسات، هاي اللفات يعني. فحين هو يقول 16 لفة موجودة، فلذلك ما يرومون يسرعون وايد عند اللفة. اليوم يا بينا الله يحفظكم بس جولة، واليوم هاللي تشوفونهم يتسابقون، هاي مش سباق، هذا بس التمرين، تمرين على أساس بكرة. بكرة هو المهرجان، بكرة هو الاحتفالية الكبيرة مالت نسمو. ليش هالشيء مسوينه كله؟ لأنه يدوب من حول لين حول يسوون المهرجان، من حول لين حول. الحين السنة هذه رقم 20، السنة رقم 20 اللي نسمو يسوي الاحتفال. السلام سلام. يقولك من الحلبات الآمنة، لأن عريض المكان، مسار شوارع شارع وايد عريض. انتهت الجولة، هذا هو كله. حطنا وتمشينا رول الحل.
you very much. Thank you. Thank you for everything. Thank you very much. Nice to meet you. Thank you. خلاص خلصت عاد الهلبة بس ما ادري حبيبي اشوف بعد البرنامج. شطي الفنان يلا الحين برتبنا الحين في السيايير يو كم وذ مي لا اوكي بولو اليوم يوم الهي ما يعرف الهي هذا الحين هني اخر تصوير نصور فيه زين منو بيصور خلاف من الكب السيايير شباب موجودين هني محمد عبد الله انا موجود موجود ابي هذا هيدا اللي يشرب شاهي ويعقب وي في هالبطن بس عليك ابوي بس بتندحك تواسي يلا مع السلامة يا ابو عبد الله الله يحفظكم ما لا رايح حماسة رايح حماسة نسيت انا راعي السنينة ياي سليمان ما شاء الله عليك الله يحفظكم هذا خاص حق كلياته في امريكا بعد هي يبدأ السوق ابوي ما ربح فيه انت عاطنك التذكرة مالته انا خلصت سوولي لفتين لكن شو يا بوكب الروع اللي في الدنيا كله يعني شيء غريب عجيب والفيديوهات وين مالاتي انا خلاص بنزلها الحين هذاك محمد اتصور بيعطيني اياهم كل حد صور بي الحين تصويري انا بعد من نوصل الفندق بيعطوني اياه بنزله في هذا في الستوري شو يطير طيران شو يا برق برق يا الله هذاك هاي المنطقة الحيسة هذه احتاس بطني شوف هاي الحيسات هذه تشوفها الحيسة هذه هي تحيس البطن هاي مرة شوي يسمونه لا إله إلا الله شو أقولكم والله رحلة كانت جميلة وتجربة فريدة من نوعها وحلوة والله كانت مشكورين أبو شركة النيسان ما قصرتوا لو هيبي ياي لو هيبي الله يحفظكم تحب نمله هذا ربيع على دار ولبي يا الله مصرقع شنو هذا اي هاي اسمها الهندية حليل مصورة شو اشترنا لا صراحه يعني الجي تي ار سياره وايد حلوه وايد حلوه خاصه يوم تجربها على الدريولي اللي ساق بيها هنا هاي سيارته جي تي جي تي ار من اسرع السيايير هاي باكر بعد بتشارك في السباق صورتكم اياها امسات انا يوم بعد في المعرض النسمو اللي في الخالديه اللي توه فاتحينه صبرت لكم السيارة هذه أنا موجودة غالية مش رخيصة يعني بهذا الحكي جميل والله أدري يقول لي اللي توه ساق بي أنا في الحلبة هو نفسه اللي كان يسوق هاي سيارة مالته روحه سيارة روحه روح 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 أبو جاسم روح
الله يحفظك. إيه أنت هذا دريولي. I saw your car. The GT. Okay. It was wonderful car. The first car my life my life drive it. It was GT. Yeah. والله 86 or 87 something like that. سمر أبو طابوقة. صورك مع الدريول؟ لا. كل العالم صار إلا ويا الدريول. يا ربي يا رايح حماسة سؤال غير نمونة. وأنا قابض عليك رايح حماسة ورايح حماسة. انت سكر ظاهره وين ساكن انت كان عين الصاروي الصاروي وانا قابض عليك رايح حماسه ما ادري يبك زين كل واحد الصاروي حماسه كلها بلاد وحده ها محمد شو يا رك الله يا رك هيوا ما زيل الابتسام thank you thank you thank you بيسوون صورة ويحسي هاي سايرين جدا فندقنا اللي هو اسمه الفندق محمد ماريوت فوجي ماريوت وتحدى شيء خمس بحيرات هاي واحدة منهن بحر كامل بحيرة كم كبرها طاح التصوير لولا هذه شاذ شو ما سبحانك يا رب سبحان الله الجبل فوقها شو هالبحر شيء خمس بحيرات اللي تحت جبل فوجي صورت لكم يوم ساعة ان شاء الله باكر انا ايش من الصبح وما اصور شيء اوكي ها اي والله مبين على مشارف المنطقة أظن البلاد اللي نحب نسكن فيها فندق فيها هذه شو واسين خالدي ابو محمد هلا هلا بروحك الله هلا في عماركم ما بتاخر ان شاء الله رقم واحد ان شاء الله ابن رقم واحد الله يحفظك ان شاء الله
ثانك يو. خلاف التصوير ها دوك خلاف صبو يوم بيحوط ابنه تحت هاي لف العوده. اوكي ثانك يو. حش ما انصح والله يا ابو قلبي وقف لا لا بنجوي ولا الله قالك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مساكم الله بالخير. هي لم الحلبه ومن هاوي ما سيايير يعني كلمه ما حد رايم يمشي من التعب جليلة وكل العادة سار حجرة اللي يتسبح ويصلي وخلصنا عاد حباجي نص ساعة موعد العشاء. المراد تسبح ترى شيت عمري ولبست يعني ما لبس الفندق يعني ترنك سوت عادي يعني انزين جوتي ما فيها بس جوتي رصص عمري بس ها مات الفندق اللي تحيدونها شرات اللي من خلق اللي من عبارة شرات الفودة ونزلت قال لي ابدا لا انت ولا من تري اربعك شي لازم ابوي تصير تلبس جوتي غير بدل زي هذا ابوك لبس عادي اشد ان قلت ان شاء الله وهي والله والغلب طوع رديت والله حجراتي مره ثانيه الحين كنت نزلت تحت المنطقه هاي اللي نحن فيها يعني ما شيء اوادم ابدا ما شيء للفندق هذا اللي نحن فيه حتى نسيت والله شو اسمه كني عديتكم يوم الساعه والله ما تذكرت شو اسمه هذا أخيرا ما يكون عندهم فندق زين وتحته شيء بعد مكان عود شيء كب كبرة مال حمام كبريتي مال سبوح مال شو الأحجار ومال شو عندهم شلالات تحت الفندق فمنوبة يروم يصير يعني يلا يلا روم تعشى صلاة يلا يلا روم تخلص صلاة ربي يلا يلا روم تصلي يلا يا العياز والتعب ترى أبوي ما شيء غير الرقاد الرقاد لا تدور شيء الرقاد ترى عديل الروح حال حال المال المال عديل الروح والرقاد نفس الشيء بنادم لا يرقد والله يبو خطر عليه أيًا نشي نشي من صباح الله خير من قطار لين قطار ومن باص لين باص من يبل لين يبل وهي المنطقة اللي نحن فيها برد. Tomorrow we will go from Fuji. Fuji Speedway to Mishima. Mishima, French Village. Okay. And from there, no portal. No portal. Yeah. In Japan, basically, there's no portal. Japan, all Japan. Uh-huh. Even in the hotels. And hotels, yes. Yeah. Any place, no portal. No portal. Basically, Japanese they send their luggage to the hotel or to the airport. Uh-huh. So we go with our luggage. So the bullet train doesn't have a big capacity for luggage, and they don't have portal. Okay. شباب ترى يا جماعة الخير ترى في اليابان ما حد عندهم حماميل حماميل ما شيء اللي بي ابوي يروح يتعبل مش يشل شنطه لا في المطارات ولا في اي مكان يعني الفندق يلا يلا بعد ولا ما خلي ما غير بعد ما يطيعون اي تو ذا بيبل اباوت وات يو سيت مي هلو هاو يو ميك فور هيم هيز بيرثدي يا حبيبي مطعم كم مكبرة وكلهم ابوي ياباني اليوم وهذا الحين القسم اللي حطوه لنا ويسوي لنا المنيو المتعارف عليه اللي اول شيء ما ادري شو شوي وانه ما ادري شو يعني كل شيء شوي مسوي لنا شو سألته؟ شو هالاكلات اللي شو قال لك؟ شو قال لك؟ هاي نفس ما كنا ذاك اليوم سعيد شو اسمها؟ من جبن يعني ولا شو؟ الكستنة. اها. زين هذا فيش. هذه الكستنة. ايه. هذه اللي شو كنا الفاصوليا ايه فاصوليا بيضة. صويا صوص. ايه.
هذه ما اعرف شو قال عنها. ابوي انا مليوع ابوي لا ثريت ولا شياته. لا يمته والله يا ابوك ما عرفت حتى الكستر بس عرفت طعمه. هنا مكتوب حلال خلاص ما شيء يعني ها سناب الاكل. لو بيقول لي 100 صحن منها والله ما مزر بطني. يا هي مصيبه ابعد يومين شيء. من يومين نفس الشيء. اول البارحه هي البارحه بعزمونا مطعم هاللي البارحه ما قلت لكم معزومين في الفندق في المطعم لما صورت من داخل هم عازمين هل بالمكان هذا نحن فيه الامراض ولان هالنمون قوت على يموت يعني لك الهباب تروحها ما اكلنا منه ويحيب عليها شويه اكلم يتشاهد هذاك مره عاده الله يعز النعمه وحين ما شالت شباب رجع لقط روحهم يتخبرون هذا شو هذا شو عقب ياكلون انا ابوي يا ابو لقفت الميوب عقب صرت اسالهم شو هذا لكن ميوع يلا ابو يلا هذا يا ابو شو هذا الصل عز النعم هذا ودك يلا من جلبة شبجي كلته مراد اليوم ظهر نفس المطعم البارحي فكان هذا المطعم شوي يمكن ان اسوه العلم عند الله اتوقع ان هذا المطعم شوي اسوه عن هذا البارحي مثلا يوم ظهرنا من المطعم صرنا نمشي ندور مطاعم من غير لقطنا مطعم ايطالي سووا لنا بيتزا وهذاك شو اسمه هذاك اللي فيه الحب العيون ويا الجبل رسيتو زين طلبنا يمكن 10 حبات بيتزا يلا بزربطونا 200 مليون نحن 5 انفار وحين عاد المشكله خابلنا نفس الطريقه نحن في مقطع الحين في قمة يبل هذا وين يبل أبيض وما شيء مطاعم ولا شيء أوادم قربك ولا شيء هذه بل والغافلين أنا أجرب أكل كل شيء ما بك الحين تجربة بك الكمية يعني هذا الحين ذي داخل السميشة الكبير وهذا داخل هذا ماء شرات الصرابي وفي حبتين نخي واحدة شرق واحدة غرب وهذا العيش بوس بوس يعني شو بتسوي هاي روح مصيبة والله لا والله اللي بيب ويبك له وياه أكل كل شيء شبدي ما تشز من كل شيء أبدا شبدي تتغبى كل شيء لكن الكمية ما تسد لو بيبوا لك 1000 نمونة هالكبير وهالكبير يعني هاي مصيبة والله قالوا لي والله غير ما توقعت انه يعني انهم جادين انه يعني يبين يا شوف في طوكيو يقولون مطاعم وايده 1000 مطعم ومطعم غير مشكله المكان اللي نحن فيه الحين هذا ما شيء الا الفندق اللي نحن فيه ولا في شيء غيره ابدا الحين يا ابو تو الحين هذا هاك اللي ما اكلناه تم مكان الحين ترى هم يبون على دفعات الاكل شيء 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 واخر شيء يبون هذا الحين ورقه لوز مشواي حاطين فيها هذا على ما تشوفون هاي قطعة سلمون وهذا يعني ربع صدر بط كانوا ولا بط ولا صدر ما يندرى شو وهاي شوي فطر وهذا نوع بعد من الفطر هذا هو كله هذا ابوي هو عشاها وهو غداها وعشاها يا ابوكم يا رب البيت والحرم يا الله يا رب تلطف اذنك ها يا زلت المياد يا الحمد لله رب العالمين هالوحش يلا جابل ان شاء الله حاضرين يوم هي ثانك يو ها ابوي فندقنا ها على ما تشوفون هذا فندق لنا الاسم شائع والبطن يايع زين يا غير تحرى عمرك جالس وين هذا مال السفاح الاول
والسفاحين ما ادري شو اللي يقطعون العرب الاول بمشاير تعيدوا الاول فيلم هالسفاح يوركشير ابدا هنمونه كان في نص هالمقطعه مقطعه ما شيء ولا بنادم لا عدالك دكان لا حفيز لا سوبر ماركت ولا همك الله ولا هم يحزنون ها هلال وانت هلال ما شيء الا انت ما شيء الا ابوي تخلونا نرقد بس الساعة 6:30 بيوعونا الساعة 7:30 لازم نكون في الحلبة وانت ليش متروع من الحي هذا دب دب يطلع لك ولا ديب ولا شيء يا رجال يا رجال انا صراحه سريع انا يا لا ما لا 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 لا, لا يا رجال بركب ارقد يلا يلا تعال شيل لا خلت بسير ونسير توكل على الله بسير لا لا سرت واحترت اقول كم حين هم يبغوا يظهرون خاري وحين متروعين ان هايهم عاده في الافلام هي ان في غابه يجيكم الدب وياكلهم فكان انت يا ابوك انت اللي قمت تمزر بطن الدب هذا يا ابوك كتف واحد من السوفه بيمعد الدب